في نوع ده خاص بالباي دايركشنال اي في سي اس، الباي دايركشنال اي في سي اس. الباي دايركشنال دي مهمه جدا يا اخوانا، او بيسموها فيكل تو جريد، وده علم كبير جدا. انا مش عايز بس اروح للمحاضره ان هي تبقى تكنيكالي قوي، بحيث الناس اللي هي مش مهندسين كهرباء وعايز يفهم عن السيارات الكهربيه يبقى فاهم المواضيع كويس. بس الكلمه دي مهمه جدا، فيكل تو جريد، ان انا لو عندي عربيه كهرباء وانا هنا عندي الجريد اللي هي الشبكه، اللي هي شركه الكهرباء السعوديه، شركه الكهرباء المصريه وهكذا، انا اقدر اخد كهرباء من العربيه وارجعها على مين؟ على الشبكه. طب الحته دي هتفيدني فين؟ ممكن استفيد منها في اوقات الذروه واعوض واحل بيها مشاكل كتيره جدا. اوقات التحميل، ممكن انا مثلا موجود في الشغل، موجود للساعه 4 وعندي وقت الذروه الساعه 2، وانا اصلا العربيه بتاعتي مشحونه فل، ممكن العربيه بتاعتي تبدا ترجع كهرباء على الجريد. هو النورمال بتاعك ان انت بتاخد من الجريد من الشبكه وبتشحن الاي في سياره الكهربائيه. بس انا اقدر اخلي القصه دي تو واي، اقدر اخد من العربيه الكهرباء، تمام، زي انت العربيه بتاعتك مثلا لما بتقطع الكهرباء والناس كلها تروح تقعد في التكييف، هو استفاد بالعربيه كانها غرفه، تمام. فهو نفس القصه، البطاريه الكبيره دي المشحونه اقدر، وهي هاي فولتج، اقدر ارجع كميه الشحنه دي طبعا بسيستم معين، لازم يبقى سبورتد وبروتوكولات وقصه كده كبيره، تمام، ان انا اقدر استفيد بالكهرباء اللي موجوده في العربيه ان هي ترجع للشبكه في اوقات الذروه، وبعد كده انا اشحن تاني لما يخلص اوقات الذروه.